الهواي واللي سواه قدم الجيش حتى الآن، قدم الجيش حتى الآن بهدفين مقابل هدف. كرة توصل على طول إلى المربع، ولكن يبدو هذا صعبا لفوز السد والجيش بالتحديد في هذه الباك الشمال. يبدأ اللعب على طول والضغط من نادي الريان من البداية، الريان بدون تباتة. هونغ كونغ وريح بعد كده، ما سافرش، سوريا تقدم تاني على طول أقصى اليمين. العرضية قد تكون خطر، قد تكون خطر، العرضية مرت من جديد، ولكن في الحلقة الأخيرة من المباراة الدولية ودي رباعي داخل منطقة الجزاء لنادي الريان، ولكن في النهاية إلى ضربة المرمى. شفنا لاعب الارتكاز ميونغ العربي السادس والسلية السابعة، الضربة الركنية السريعة خطيرة، ولكن على طول فين والنتيجة كانت كام؟ حاجات بسيطة لكن بتجمع حاجات كتير وانطباع. ثامر جمال تطلع رمي تماس لنادي الغرافة، صغيرة على طول الهجوم. فايز شوف الضغط اللي عامله نادي الريان، يا سلام يا سلام يا سلام، على طول إلى باسكو، أمامية من جديد إلى غارسيا، إلى باسكو، يعدي ويمر ويمر ويعد ويفوت، ولكن من جديد دفاع الغرافة المنطقة رغم أنه معدي. بص 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 المرور الجميل، يا سلام يا زيزو يا سلام يا زيزو، فرصة هنا وفرصة هناك. باسكو عبد العزيز علي يتصدى ركنية سريعة لكل ظروف ميونكو، يدافع يهاجم على الخط في العمق أقصى اليمين. باسكو هذه الكرة العرضية ضاعت منه فرصة كبيرة، باسكو نجحوا أو أخفقوا على اعتبار أنه يزيد من حماسهم ورغبتهم وطموحهم في تقديم الأفضل. عبد الرحمن جاسم حكم اللقاء، هتبتدي المباراة تزداد صعوبة على الجميع، على اللي فايز للحفاظ على انتصاره وتعزيزه التفوق الكبير. وكرته العرضية كانت نقطة تحول، اتلعبت على طول فلاديمير فايس باليسار لثامر جمال. بص لعيبة الغرافة تحت الضغط قدروا يحولوا نفسهم من اليمين للشمال، ادي فيدي الشمري بعد نزوله بنشاط وحيوية، لكن مقطوعة إلى فلاديمير فايس. فلاديمير فايس خسارة للأخوية ادي سقوط. يوجن يوجن يمررها في عرض الملعب الآن على الجهة اليسار لصالح نادي الريان، على طول تلعب الكرة إلى أقصى اليمين. ليلة رهيبة للرهيب، المحاولة ملعوبة، السد يحاول أن يتدارك وضعه وأن يعود مرة أخرى. المباراة علي قادري يلعب كرة في الجهة اليسرى، أبعدت المحاولة تعود من جديد، كرة تصل إلى محسن ياجور، محسن يدخل إلى منطقة الجزاء يبحث عن المرور. والدقائق الأربع الماضية على وجه التحديد أربعة انتصارات متتالية بالنسبة للنادي الأهلي، لكن في تبات وبعدت من أمام مشعل مبارك. تعود المحاولة من جديد. علينا في الدوري الفوز على الخريطيات في الدوري في هذا الموسم، الخريطيات الذي أزاح قطر في هذا الملعب وأزاح طبيعي، وضع طبيعي، خروج مغلوب، الكرة توصل وخطيرة للرهيب وتصطد على طول. جودي إصابة الآن لمصلحة دومينغوز. الريان الرهيب بطل الدوري وسيد الموسم، المفاجأة الثانية في 2014 في ثمن النهائي وفاز الخريطيات بهدف مقابل لا شيء، ولكنها جاءت في وقت اعتقد الريان بأن المباراة ستكون صعبة، لكن تابات سهلها، غارسيا سهلها، الثاني حيسهلها أكثر. للبطاط يبعد الكرة، فييرا كاسيرس يحصل على الكرة ويحولها لمحمد جمعة، هذا باسكوا على طول للجهة اليسرى، لسه ما قلنا حتى تشكيلة. الريان يبدأ بالضرب مهاجما وتسديدة في الملعب، لقطة جميلة بهذه اللقطة الرائعة بين باسكوا وسعد الدوسري، بعد سعد الدوسري نجح بي على طول بقفازه الأيمن بإرسال غارسيا، بيحضر ويفكر الآن، ينتظر ويحاول هو تباتا
هذا كلاسيكو قطر للأمانة. على قطر أن تتباهى بأن لديها فريقان رائعان بهيان المنظر في المتعة والروعة. زعم الآن المنظر بهدفين مقابل هدف. تقدم الآن لبنجاح، لكن الكرة وحكم اللقاء أمر بسيد اللعب عادة تسديدة. كرة عادت وصلت من جديد لمصلحة الريان في الطرف الأيمن. ساحات خروج بنتيجة قد تكون مقنعة بعض الشيء بالنسبة للمصال، ولو أن المصال عنده والله كثير، يعني كان بالإمكان يتقدم في المباراة في كورتين. في مباراة اليوم تعادل 1-1 والخريطيات خسر 1-2 أمام العربي. على الرغم من أنه ليس هناك من ثمة متغيرات كبيرة، نعم هناك بعض الأسماء غادرت. استاد للريان والتعادل عادل حتى الآن. اللحظات الأخيرة باسكو إلى تباتا، من عارف من عارف قادر ويعملها. تباتا من بين الأقدام يعدل قدام أقصى اليمين إلى جارسيا رجل الريان الأول في اللقاء، أقصى اليمين من ثاني، ثاني العرضية، ثاني العرضية ماروسيم لاعب الملك القطراوي، الرجل الذي يأتي في فترة إعارة هنا. وفي الجانب المقابل نشاهد خالد الزكيبة، محمد مبارك أيضا يلعب في نادي لا حارس مثل عامر الدوسري لكان الريان قد سجل نتيجة كبيرة. كرة على طول على الشمال كوب. إسماعيل محمد لم يظهر كثيرا في مباراة الليلة، دائما أقول أن إسماعيل أفضل كلاعب بديل، فهو أفضل بديل، لكنه عادت للريال مرة أخرى. خيسوس تقطع الكرة لتعود في صالح الريال من الجهة اليمين. أربعتاشر تصويبة منهم ثلاثة من خارج منطقة الجزاء، 14 تصويبة مقابل 5. الأرقام تتحدث، الأرقام تقدم صورة. الجيش فاز بهدفين لهدف، وبالتالي أصبح يتقدم على السد وعلى الأخوية بفارق 3 نقاط حتى انتهاء هذه الجولة. إيزيكيلي يمر، إيزيكيلي يعدي، إيزيكيلي يفوت، الكرة بتفوت إلى ركلة الزاوية. نجح باسكو من إنقاذ الموقف. الله على باسكو، لو قالوا وسط أو دفاع من أجل رغبة للعودة، ولكن يخرج لاعبه الأفضل. كرة عظيمة. عدد هنا في استاد محمد الكبير، وباستيان إلى خالد يمرر باسكو بعيدة إلى ركلة مرمى العربي. مرحبا بالريان في العودة للصراع أمام العربي. كرة تبعد من جديد، يأتي اليمين وتقدم يمررها، ترجع لمرة ثانية الرشيدي لكنها مقطوعة. أصعب بكثير مما كان عليه واقع الأمر في الشوط الأول. الغرافة استعاد نشاطها بالشوط الثاني. الغرافة لم يعد بالصورة المهزوزة التي كان عليها بشوط المباراة الثاني، بل أنه فنيا ظاهر وواضح وعنده رغبات إلى وصول أكثر مما حدث في شوط المباراة الأول، وأن يسجل حضورا أفضل من ذلك الذي سجل في شوط المباراة الأول. الريان لم يعد بتلك القوة التي كان عليها قبل تسجيل الهدف في شوط المباراة الأول. منذ أن سجل الهدف ارتاح الراسطة رودريغو تباتا. كرة بالرأس ملعوبة لتعود الآن من جانب الغرافة لكنها مقطوعة. هل يا ترى التنظيم الدفاعي الذي أو موجودة في دكة المدراء؟ مشعل قاسم، عبد العزيز جاسم، جاسم كمال، جاسر يحيى، أحمد بدر، حمزة صنهاجي. يحكم المباراة مثل ما قلنا بأنه السيد توماس بوجنر.